اهلا وسهلا، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. دائما صل على سيدنا محمد تربحوا عليه افضل الصلاه والسلام. بزاف الاسئله، يا اما القولون يا اما الخلعه يا اما النساء على مشاكل الرحم. نعاود معكم فيديو ماشي مشكل، بنات خالتي راكم عزاز. النساء اللي كتحس بالحريق دائما في القدمين وكتحس بالحريق في السيقان، كتقول لك انا عييت بالدواء الطبيب، عييت الله يسمح لينا، ريحي قدميك بنت خالتي في المحل ديالك في البيت. راه حتى الرجال ممكن يعملوها، الرجال اللي تيكون شباب باقين صغار تيتصلوا بيا في الخاص او تيخلوا لي تعليق، اللي مازالين صغار تيقول لك عندي انتفاخ في البروستات. لا يعقل، والله راه لا يعقل. ماشي مشكل، نجاوب الاخوان ديالي. ها نتوما اي حاجه عندكم، حتى داك المدلك ديال الحلوى راه دايز، نغسلوه مزيان ونعقموه وراه نخدموا به. الحمد لله الحاجه اللي ما تكونش فيها التشريط وما يكونش فيها الدم راه ما نخافوش منها، راه عادي. التدليك كنشارك معكم التدليك بابسط طرق، زيت الزيتون اما كنستعملوا فيه الخزامه اللي عندها الاعصاب ما كتنعش. طريقه التدليك هانتوما تشوفوها معايا، اما كنديروا الخزامه. النساء اللي ما كتنعش ما كتعرفش شنو هو النوم، كتقول كنبغي نعس وما كيجيش، كيطير ليا النعاس من عينيا بسبب الحريق بسبب الالم العذاب، خصوصا عفطه الرجل او هنا فين كنحط يدي السيقان. كنديروا الخزامه بزيت الزيتون او تاخذوا زيت الخزامه الاساسي، او كنديروا اكليل جبل اللي هو ازير روزماري عادي، راه معروف كنسمو به الشاي، راه روعه المساج، روعه الشعر، مزيان للرحيم بواحد الشكل رحمه. مره نشربو مع الشاي، مره ناخذو القليل ونكبو عليه الماء مغلي ونشربوه. كما كنريحو الجهاز الهضمي من الداخل، نريحو الجسم ديالنا والجهاز الهضمي بالتدليك. ها نتوما بنات خالتي، واخا ما تعرفوش في الاول غير تبعوا لي الطريقه. هنا رانا ما خصنيش ندلك بحال ما هكا، خصني نكون انا مقابل مع رجلين، ولكن ما يمكنش نعطيكم بالظهر الكاميرا، خصني نشرح لكم هذا المكان اللي كنضغطوا عليه. الناس اللي عندهم القبض، النساء اللي كتحس بالرحم نازل، كتقول لك انايا مشيت عند الطبيب وفعلا خبرني بانني عندي الرحم نازل، ماشي التهاب الرحم. ها نتوما شوفوا التدليك راه مخير، يعني هو في المساج خصنا نزولوا الملابس ونخدموا براحتنا، ولكن الاحترام واجب. انا هنا كنشرح للبنيه، البنيه كندير لها المساج ولكن كنديروا لها خفيف لان ماشي كبيره، يعني خفيف، وراه رغم ذلك كيريحها الصراحه. كتنعس، كنلاحظها ملي كندير لها المساج كتنعس. ها نتوما بنات خالتي، حتى الرجال علاش لا، اللي ما تهلاو في صحيحتكم، راه اللي عند النساء عند الرجال، الراجل كيولد والمراه كتولد. ايوا فهموا، الله يرضي عليكم. هنا كنشوفوا الاعضاء اللي في الصوره المصغره، كاين العمود الفقري، كاين الجهاز الهضمي، كاين القلب، كاين الرئه، كاين العينين، كاين الدماغ. راه علاش انا حط لكم الصوره، ندلكوا الرجيله كامله من الصبيعات حتى نصف الساق. اما الا طلعتوا المساج حتى الكتفين يا سلام. هذا المساج هذا اللي عملته، ما تخرجوش ليا على برا، الله يرحم الوالدين، دائما كنريحوا، نعملوا المساج سواء خفيف سواء قليل، واخا غير قل من نصف ساعه. المساج راه كيخلي الاثار ديالو، تيخلي راحه الجسم. ما غنمشيش انا غنجي نوض نمشي للحمام نمشي ندوش نمشي نصبن نمشي نخرج، كنضرب كلشي في الزيرو، يعني كلشي يمشي ليا هكاك. ولاحظوا راه ماشي غادي غتضربوا كلشي في الزيرو، غادي تعاودوا تعياو، غيضربكم البرد لانكم حليتوا الجسم، مرخيتوه ماصيتوه. مني كتخرجوا كيضربكم، واخا يكون الحال سخون واخا يكون الصيف، راه غتعياو. من الافضل نعمل هذا المساج حتى نشوف الوقت اللي غيريحني، نعمل هذا المساج ونمشي الناس، ممنوع نخرج على البرد، ممنوع. الله يرحم الوالدين، راه ما تقولوش بان الرجيلات ماشي مشكله عرينا وماشي مشكله خرجنا، لا، اي حاجه في الجسم نتهلاو في صحيحتنا وردوا البال. راه شوفوا هنا في مين تنضغط، سبحان الله، كما وريتكم في الجهاز الهضمي، يعني المعده والكبد والامعاء. راه ممكن تبحثوا في جوجل على الصوره الجهاز الهضمي في القدمين باش تعرفوا فين غدلكم، اي بلاصه كضركم من اليدين ديالنا. غادي نشارك معكم ان شاء الله مساج اليدين ان شاء الله. هنا كنشارك معكم هذه الكؤوس اللي هي الثمن ديالها بسيط، كتباع في المحلات اللي تبيعوا لوازم الحجامه او في البارافارماسي، وممكن تاخذوا بالفردي يعني بالاعداد. الكؤوس الثمن ديالها 3 دراهم او 3 دراهم ونصف على حسب كل منطقه.
هنا كندير لكم الحجامه المتزحلقه. يا سلام لي فاغيس ما عمرهم يجيوك. وراك لاحظ بعض النساء اللي تيجيو عندي المركز باش كنعالجهم كتقول كتحرقني رجلي، ولكن فاش كنجي ندقق انا قبل ما كنحط يدي حتى كنماصي باش كنعرف فين كاين المشكل، كنلقى بدايه الفاغيس في الكعب في اسفل الرجل، ماشي في العفطه لا في الكعب، فين تتكون الصداره من الفوق تيكونوا خيوط رقاق عنكبوتيه بدايه الفاغيس، وما كتكونش السيده عارفه. كنقولها انت اختي راه ما يمكنش نحجم لك هنا لان عندك العروق عنكبوتيه، خصني ديك غير مساج، نقدر ندير لها الموكسا، نقدر ندير لها مساج عادي مكان اخر، نقدر ندير لها الحجامه اما في البلاصه اللي فيها لي فاغيس خصنا نبعدو باش ما يكونش عندنا خطر لصحتنا، باش نتجنب بنت خالتي الام الرحم هبوط الرحم لي فاغيس مساج. نعلم الوداد ديالي اللي معايا في البيت هانتوما هنايا، كنحاول نعمل هاد الكؤوس كنريح الساقين. بزاف النساء تيكونوا عندهم رجليهم ديالهم قاصحين بالعمل بالوقفه، وفاش كتجي مسكينه ما كتقولك انا ما مساليش باش نريح رجليا، واشنو علاقه رجليا بباقي الاعضاء؟ لا اختي راه فعلا كاين علاقه هنا في هاد العفطه فين تنحط لكم، والله العظيم وجربتوها، كتساليو الشغال ديالكم، كتساليو كل شيء، كتمشيو وتكمدوا رجيلاتكم عفوا في ماء دافئ على حسابكم، ومن بعد كننشفوه مزيان وكنمسحوه بزيت الزيتون عفوا كنماصيوه بزيت الزيتون، وكنعملوا هذا التدليك هذا فقط نحط الكؤوس ونجبدهم، نحط ونجبد. هنا اللي عنده القبط واللي عنده هبوط الرحيم في القدم، اللي عنده شوكه القدم، اش غنقول لكم شوكه القدم سمحوا لي، رحمه مني كتماصي وغتردي عليا الله يرحم الوالدين اللي عملها يكتبها في التعليق باش الاخوات والاخوه اللي متبعين لي يعرفوا اننا كدوي على الصح. اللي عملت هذا الماساج بنصف ساعه او بساعه قبل النوم وكتمشي تنعس راه سبحان الله كتحسي انك واحد العياء واحد حيد ما بقاش، يعني كتخلي النوم في الصباح كتنوضي بسراحه وكتعودي مدمن عليه. الا جربتوه ولا تولي مدمن عليه، انا راه كنهضر معكم دابا وكنحس بان رجليا بغيت نماصيهم فعلا. او ممكن نعملو الا ما عندنا شي حد يعمل لنا هذا راه ممكن نحطو شي كره تنس او شي حاجه كرويه الشكل، شي حاجه اللي بحال المدلك، ونبقاو نعفطو على رجل ديها ونجيبوها منها مساج، منها تنشيط الدوره الدمويه، ومخير الناس اللي عندهم بدايه عرق النساء. الى ريحتو الرجيلات وريحتو الساقين راه الجسم كامل، ولكن هنا في البلاصه تنحط لكم كؤوس النساء اللي عندهم هبوط الرحم، اللي عندهم مشاكل في الوالده راه كتريح حتى بدايه عرق النساء او بوزلهم. هنا الاصابع ما نساوهمش، يا سلام كاين كؤوس اللي صغيره اللي بحال هادو، كاين مصغر اللي تنعملوهم حجامه على مستوى الجبهه او العين، الناس اللي عندهم الشوف مشتت او الناس اللي عندهم الشوف في الضبابة او اللي عنده مشاكل العين، حتى العين اللي كتنشف راه كنديروا الحجامه. شي نهار راه فايت مشاركه معكم مع السيده فاطمه، راه كاينه في القناه حجامه لمشاكل العين. هنا كما قلت لكم هانتوما شوف عرفتوا هذه العمليه هذه اللي كتشوفها دابا، والله ترحمه هاد الطريقه هادي. جات عندي واحد السيده وما قدرتش نصورها لانني خدامه وما يمكنش انا اختي نقول لها نحط لك الكاميرا ونسجلك، لا حشومه، لان السيده فعلا عندها واحد الالم لا يطاق، عندها في في, في الكعبه وواحد، لان كان عندها مشكل فدع وبرات عوجة، يعني ما براتش على الصح. على فكره الناس اللي عندهم كسور اللي عندهم شق اللي عندهم فدع مازال فدع شويه، اللي عنده الهرس رجاء ما تاكلوش الا الدخن ملي يكون عندكم كسور، سوا حبابكم الله يحفظكم كاملين، غير كننبهكم اي واحد من العائله عنده كسر او من الجيران او من اصدقاء رجاء ما ياكلش الدخن اللي هو الا الفواكه الجافه. عائله المريض تشوفوا السيد عنده كسور تيقول لك عنده هشاشه، انا نديروا نطحنوا ليه الفواكه الجافه ونعطوه. مجرد ما الشخص كيبدا ياكل تيعود عنده المخ ما بين العظم، وبالتالي مكان الكسر ما تيجبرش، يعني ما تيشدش، والكسور ما كتكونش ناجحه، كيكون واحد كيبقى واحد الشق. ملي الشخص كيعود يتمشى يعود يتحرك تيقول لك ما نجحت ليش العمليه، لا الخطا فينا. هاد الفواكه الجافه وهاد الا ناكلو حنا صحاح، ندخلو في نظام غذائي وحنا صحاح ماشي في الكسر. نرجعوا لموضوعنا جزاكم الله الف خير. هنا كما قلت لكم السيده اللي خدمت ليها عندها مشكل في الكعب، ولكن فين خدمت لها؟ خدمت لها هنا في هذا المشكل هنا اسفل العفطه تاع الرجل، تماك لقيت عندها العصبه يعني ملويه
ما صيت ليها تماك، لقيت عندها الالام وباقا نتبع معاها ان شاء الله العلاج. ما يطلبش، سمحوا لي على الضجيج، ما يطلبش العلاج نهار ولا يومين، لا على حسب الحاله. منيت ان شاء الله الامور ما تبقاش بتاتا تحسي تحس بالحريق، نحط يدي ما تحس بالحريق نعرف راه الحمد لله عاده غنحجم ليها بامر الله. رجعوا لموضوعنا، النساء اللي عندهم كما قلت لكم مشاكل في الساقين في الكعب، هذا المساج شوفوا راه حتى الصيقان كيبقاو كيتجبدوا. النساء اللي عندهم هنا راه كنضربوا عصفورين بحجر، كنعالجوا الجهاز الهضمي وكنعالجوا الاعضاء وكنعالجوا الرحم، وفي نفس الوقت كنعمروا حتى الصيقان. النساء اللي عندهم الصيقان نحيف نحاف راه والله ما كنكذب عليكم، ممكن تعملوا زيت الحلبة وتبقاو تماصيو بحال ما هكا يوميا يوميا، ولكن سبور حركات رياضية ديال تقوية الساقين راه كاينه في جوجل تلقاوها. نرجعوا تاني هنا، انا كنركز هنا على النساء اللي عندهم مشاكل الرحم، هبوط الرحم. الرجال اللي عندهم مشاكل البروستات راه بحال ماصيلي يا اختي بحال هكا. نتوما الطريقه شوفوا جزاكم الله الف خير سهله وما كنضغطش، نتوما يا البالغين راه كنحاولوا نضغطوا. هنا كنشرح لكم في هذا المكان هذا تماك فين تنشيط التبويض للنساء اللي عندها المشاكل ديال الرحم من هذه البلاصه. صراحة كنشارك معكم كل ما هو مفيد، نتمنىكم إن شاء الله دعموا القناة بلي لايك، جزاكم الله ألف خير. بعد المرات كننسى ما كنقولهاش لكم وفعلا كتنساوني، الله يجزيكم بالخير. فقط كنطلبوا غير الدعم بلي لايك والبارتاج، راه نتوما ربي كيعاونكم لأن فعلا القناة كتستحق أنكم تدعموها. الحمد لله كل ما يفيد النساء والرجال، وبطبيعة الحال كنعتذر النساء اللي ما كنجاوبهمش على الواتساب. رجال جزاكم الله الف خير، بلا ما تبقاو تصوني ولا عندك شي مشكل نعاود نقولها في كل فيديو، الله والله تحشومه غير نكتب تعليق شنو عندك نجاوبك، اما باش تصوني ونقول لك الو صوت راجل راني ما كنقدرش نجاوب. هذا باش نكونوا متفقين، هانتوما لاحظوا معايا مدلك اي شي حاجه اللي تعاونكم على التدليك ندير. هانتوما شوف انا راه ما لقيتش كيفاش باش ناخذ راحتي في الماساج. الصراحه ملي كنخدم على النساء ما كتكونش الكاميرا كنخدم، كنعطي الظهر ديالي وكنخدم. هنا فقط للشرح والتصوير، راكم غتقبلوا عليا الماساج راه باين، شوفوا الرجيلات كيفاش تيبرقوا والله ما نكذب. مازال ما تنخدمش على البنيه بصح، غير تنحاول خفيفه انتم تعمروا الرجيلات، وكما تنقول لكم تنضربوا عصفورين بحجر، تنملؤوا الثقه اللي كانوا نحاف تيتقادوا الا ما كانوش مقادين، كلشي خليقة الله سبحان الله. وفي نفس الوقت نريحوا الجسم من العياء وتنعالجوا مشاكل الاعضاء. هنايا كما قلت لكم النساء ملي تختم صافي كنسالي شي حد كيضرب لك القدمين. النساء اللي عندهم مشاكل الرحم كنسوس القدمين كما وريتكم بجوج، هي من الافضل غنشدو بجوج، ولكن انا شاده الكاميرا هنا وكنشرح لكم. صافي هذه في الخاتمه، يعني في النهايه فاش كنسالي المساج ما عندك حتى شي واحد من خالتي تقدري بوحدك تضربيهم على الحيط، ولكن بلطف هي من الافضل بحال ما كانتوما الطريقه كنسوسوا القدمين. الصراحه غدعيو معايا بزاف على هذا الفيديو هذا، راه فايت حاطه وعاود نزلته اكراما لكم. ما كاينش بنيه في المدرسه باش غنعاود، ولكن كنوعدكم انني غنعمل لكم مساج على اليدين نفس الطريقه، حتى هو نفس العلاج. الاعضاء اللي كاينه في القدمين كاينه في اليدين، سبحان الله العظيم. هانتوما غير جربوه، والله يرحم الوالدين اللي جرب هذا المساج ما يخليش الامر عنده، يشاركوا معنا في التعليق باش اللي ما جربوه يزعم ويحاول يجرب. هذا مكان نتمنى لكم التيسير، ما تنسونيش من لي لايك، جزاكم الله الف خير، وسمحوا لي طولت عليكم ولا صدعتكم، راكم عزاز.